أحلى عبارة. الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. على الحفظ قاعد امشي بسامح. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ويوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر خل عينك تسبق الكلام تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. جزاك الله خير أبو خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بقرأ عني وعن اسماعيل. اوكي؟ صفحة يعني. صفحة وسامحوني على قراءتي. أعوذ بالله من الشيطان. الله يجزاك خير يا رب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون صح؟ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء وهدى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جزاك الله خير. تفضل يا إسماعيل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بين هذه الميم شلون هذه حق الإقلاب دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة
لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. يلعب ابو خالد شلون يعني يوميت على اسماعيل قمت تغلط وايد ليش؟ اسف عشان صح جدا ابو خالد شنو حسن؟ تحسسنا كثير ما شاء الله تبارك الله والله الصراحه انا بعض الناس غيرين منك لا لا وين ما وصل نفسي من حالي جاب الثريا لا 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 ايش داعي ابو خالد جد والله لا هو شنو القصد؟ والله هي مو يعني انا كلمت احمد بهالشغله انا عندي مشكله باللغه العربيه عرفت بسبه مدرس الله يسامحه فكان قلت فكنت اسمع اكثر ما اني اقرا وكل ما بيمسك القران ابي اقرا اخاف لان ادري راح اقرا غلط بس لما شفتكم تشجعتوا وكل واحد يقرا ويغلط وما ادري شنو بس جيت حق هالشيخ الطيب وقلت يلا بس جد قراءتك متحسنة كثير إن شاء الله غير عن أول مرة شفتك الله بعض الناس يحطون حرف واو اليوم ما أدري ليش وراك في الواوات اليوم كم واو أعطيتني وايد واوات الله يجزاكم خير ما تقصرون أنا بس عندي شغلة وشي زين ممكن بس أقول لكم شغلة أبي أقرأ بداية سورة بعد إذنكم الملك بس بيقرص هذه الصفحه الوحيده اللي حفظتها عشان التسميع اوه ابو خالد بديش المسابقه اليوم يا شباب بس بديش صفحه واحده انا محكم الحين بتقول لي عشان اختم لا ابي اقرا الحين الصفحه عشان اعرف قاعد اقراها زين وبعدين شنو لا تدش يمكن نعطيك يقول لك كرم قوي تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الى هني بس ترى مو شرط سمع كامل اي بس انا حفظت صفحه يعني يمكن يقول لك يلا اقرا من قوله تعالى وللذين كفروا بربهم اقرا لكم اياها وتصححون لي لاني انا يمكن حفظتها غلط بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عطى مقام الكرد مو الكرد اللي اقرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي
تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. جزاك الله خير ما شاء الله. راح صوت. اسمعين خلاص صوتي كله الله يجزاك خير. انت منتهي نعسى. ارقد ارقد يا ابو شكرا انا بصك الليتات افكر في هذه انا عشان الطيور يطلعون الحين انا مو قلت لك هات تسكر الليتات ولا قلت ما تتسكر ها؟ الليتات هاي تتسكر؟ اي بحاول اصكهم من هني لان اذا انسكروا وتشوفون الليت من هني تشوفون الام فيهم انا براوي الكبيره مبين